السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحتكم لاباس؟ عيدكم مبارك سعيد، تعيدوا تعاودوا بالصحه والسلامه وطول العمر. واللي نويتو في شي حاجه الله ينولها له، واللي ميت الله يرحمه، واللي مريض الله يشافيه. جيت نشارك معكم هاد التتمه ديال التحضيرات ديال العيد اللي وجدت معكم عاوتاني هاد الكعبه وهاد البريوات. انتما كتجي غزال، هاد الكعبه كتجي هشيشه وزوينه. المهم انا غير بغيت نشارك معكم داكشي اللي وجدت في العيد، وهاد البريوات حتى هما تيجيو غزالين ومقرمشين وزوينين. قبل ما ندوز للمقادير والطريقه ديال التحضير، كنطلب من الناس اللي مازال ما شاركوش معايا يشاركوا معايا في القناه. الا عجبهم المحتوى، طبعا محتوى القناه، يفعلوا زر الجرس باش يوصلهم كل جديد ديالي. والناس اللي معايا ومشاركين معايا، كنهضر على الناس الاوفياء طبعا اللي متابعيني، كنقول لكم شكرا بزاف بزاف. وكنتمنى لو كان هذا الفيديو احتوى ينال الاعجاب ديالكم، وتبارطاجوه مع احبابكم وصحابكم، وتخليوا لي تعاليق ديالكم. غندوزو باش غادي نعجنو الكعبه ديالنا، ندير بالطريقه والمقادير مباشره. هنا درت نص كيلو ديال الدقيق الممتاز، كنضيفو معاه واحد جوج معالق ديال السكر الثقيل وجوج معالق ديال الزيت، واحد نص ربعة ديال الزبدة من النوع الممتاز، واحد القرصة ديال الملح نسيت ما قلتهاش في الأول، خصني نديرها هي الأولى. صافي، وكنجمعو هاد الشيء بالزهر. والعجينة كتكون قاصحة، خلاص راكم عارفين العجينة ديال الكعبة كتجمع قاصحة. صافي، غادي نجمعو هاد العجينة ديالنا، نبسبسو بعدا هاد المقادير هادو، غنبسبسوهم، نبسبسو هاد المقادير كاملين تينسجموا مع بعضو، وعاد غنجمع العجينة ديالنا بالزهر. صافي، غادي نجمعها وغادي نرجع عندكم. صافي، هنا كيما قلت لكم غنجمع العجينة بالزهر، ما غنديروش، كنديرو غير الزهر. صافي، غنجمعوها قاصحة، ومنين نجمع العجينة ديالي غنرجع عندكم باش غادي نصوبو الكعبة ديالنا. نصوبو بعدا العقدة وعاد نصوبو الكعبة. صافي، هنايا هذا اللوز راه من بعد ما سلقناه ولقيناه ونشفناه مزيان، قدرت بيتي حتى ليله كامله تنشف، وطحناه مع انا درت هنا كيلو 300 غرام ديال السكر الثقيل. ما كنبغيش ديال سنيده، عفوا، ما كنبغيش الحلاوه بزاف، كتجي هكا حلوه، كتجي مزيان، ما كتجيش كحلاوه بقيتها، ما كيجيش. تما يمكن لكم ديروا حيت كيدير نص كيلو في الكيلو، انا جاتني بزاف، درت غير 300 غرام. صافي، هنا غادي نزيدو العقده، غادي نصاوبو العقده ديالنا. كنديرو في الكيلو، كنديرو هنايا 4 معالق ديال الزبده مذوبه، الزبده من النوع الممتاز، كنديرو 4 معالق ديال الزهر، كنديرو ديك المسكه الحره دقيناها مع السكر. صافي، كنجمعو هاد العقده ديالنا، خصها ما تجيش جاريه وما تجيش ناشفه. صافي، غادي نجمع هاد العقده ديالي وغادي نرجع عندكم. ها العقده ديالنا درناها على شكل حليبلات هكا، دابا غادي ندوزو باش غادي نصاوبوها ان شاء الله. دابا غادي ندوزو باش نوثقو نصاوبو الكعبه ديالنا. هي دابا انا طلقت العجينه، نبدا نخدم وحيده بوحيده. انا راه من بعد قبال خدمت في البلاطو، راني تقريبا سالي صورتش معاكم من اللول حقاش الوقت كيمشي، و غير بعدا صوب داكشي دغيا لان الوقت ضاع، كنت الاخر غنصور معاكم.
صافي جيت كنصاوبها الكعبه، راه كلشي تبارك الله كعبي صوبها. صافي هنا انا صوبت الكعبه، ها هي صوبت هاد الشيء القصديره هادي وصوبت وحدين اخرين، يعني ما بقايش بزاف صورت معكم حتى الاخر لان الوقت كما قلت لكم ما كانش غير سربيت. صافي دابا غادي نبيتوها حتى الصباح ان شاء الله، وغادي تقبوها وخليوها تبات باش تدراسه مزيان وتكرم مزيان، عاد ندوزو نطيبوها ان شاء الله. ومن غادي طيب غادي توجد ان شاء الله التالي نوريها لكم مع باقي الحلوه اللي صوبت. ماشي ديك الجو جاو زوينين ومحمرين وغزالين و تا تا يعني رطب. هنا درت البريوات العقده، راه كيما نفس العقده ديال الكعبه، غير هنا كندير شي شويه من الدم، ماشي شويه زدت معلقه ديال الزبده على القياس اللي درت معكم. ها هي ما درتش بزاف، انا اصلا درت غير شويه، ما درت نص كيلو تقريبا، كورتهم على هذا الشكل هذا. الورقة ها هي قطعتها بهذا الشكل، هي صافي. دابا غادي ندوز نطوي البريوات ديالي كما قلت لكم، كندير غير شويه ديال الفال العيد وصافي. غادي ندوز نطوي البريوات ديالي، كندير شي شويه ديال الفال وصافي. العيد ضروري خاصك تفرحي بيه. سمحوا لي هنا راه ما كانش كيبان، يصحاب لي راه كيبان حتى تما غادي تكون من بعد. المهم راه كنظن الناس كلشي كيعرفوا يطوي البريوات، انا ما بغيتش شاركت معكم شنو وجدت وصافي. هنا عاد انتبهت وقدت الكاميرا، ما كنتش شايفاها. صافي كما قلت لكم، كان ملي كنصاوبوا البراوات ضروري كان خصنا نبقاو نضغطوا عليهم باش الحشوه كتمشي في الجناب وما كيبقاوش جناب خاويين. صافي ها هي غنكملوا البراوات ديالنا من بعد نرجع عندكم. هنا كملت البراوات ديالي كاملين بالطويان، وقفتهم على هذا الشكل في البلاطو، خليتهم يشدوا راسهم مزيان شي شويه على ما نقليهم. ماشي مشكل، تقدري حتى تبيتيهم فوق ما شقات لك غادي تقليهم، ما تيطلع لهم حتى شي حاجه. انا على ما كملت الحلوه ديالي وكملت الكعبه وكل شيء، عاد دزت وصوبت واحد الكاطو اخر من بعد غادي نشارك معكم ملح، عاد دزت كنقليهم. صافي ملي غنقليها غنوريكم الشكل النهائي ديالها كيفاش كتشوفوها. تفرغوا في العسل وغادي قدموها بصحة وراحة. هيا من بعد ما قلينا البريوة طفيناها في وسط العسل، هيا صافي دابا غادي ندوزو باش غادي نهزوها نزوقها بشكل اللي بغينا، ولا نخليوها هكا تيبقى داكشي اختيار. ها هي البريوة ديالنا من بعد ما قليناهم وطفيناهم في العسل وقطرناهم كيجيو على هاد الشكل. ها البريوة، ها عفوا الكعبة ديالنا كيفاش جات، جات زوينه وغزاله. هاد الكعبه راه كلشي كيعرف يديرها تبارك الله. بغيت نشارك معكم التحضيرات ديال العيد، وهادو البريوات تما كيفاش جاو، جاو غزالين معلكين، والحشوه جات يا سلام غزالين. نتمنى ينال الاعجاب ديالكم. دابا نقلي نقول لكم السلام عليكم الى فيديو اخر ان شاء الله.